ياد يا فوزي الحقني يا فوزي. استحملاك. نعم. مربيك على ايدي. خلاص. مشيت. مش هتمشي. ليه؟ عجبها الدخلي بتاعك يا استاذ فوزي؟ دخلي ايه وانا عندي دخلي؟ انا بس اديتها فرصه سنتين عقبال ما تشوف شقه جديده. ايش ايش؟ لو على راسي يا حبيبي انا ممكن ارقص لك على فكره. ها فوزي انا ولا رقاصه يا وزع؟ رأفت. رقاصه طبعا. فوزي شفتها؟ شفتها. دي قالت لي يا فوزي الحقني. اللي جاي كانت عايزه تغير الانبوبه ولا حاجه؟ انبوبه؟ انبوبه ايه؟ قالت لي وقالت لي ايه؟ دي بتموت فيا. مين اللي بتموت فيا؟ بتموت في مين؟ بتموت في مين؟ بتموت في مين؟ بتموت فيا. بتموت فيك ازاي؟ دي قالت لي يا دي عفيفه. يا دي عفيفه؟ دي قالت لي يا دي فوزي. يا خينا يا بنت الكلب. العيال دي سيس ومتجوزين غفر. انا هطلع انا اخلص الليله دي احسن. ما تقلقش. لا 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 تطلع فين يا ايش؟ ايش ما تسيبنيش لوحدي. يلا ما تخافش يلا. طب استنى كده اطمن على حاجه الاول. مش لابس دخلي. اطلع غير عليا؟ طبعا. بقول لك ايه؟ خراشي. يا لهوي يا لهوي. انت يا رقاصه. يا رقاصه. البنت ده بنت محترم. يا رقاصه درجه ثالثه. نعم في ايه تاني؟ ما عمل عليك. انت مين انت؟ ثالثه مين يا اولاد الكلب؟ ايش ايش؟ صاحب اكبر زفه في مصر. طبال رقاق مطرب وعلى فكره معايا عربيه ممكن ابقى سواق. خلاص بكره الساعه 9 ابقى اجهز العربيه. اختي رايحه تقدم لي في المدرسه. جاي لي جابك هنا يا دنت؟ ها انا جاي اغير انبوبه البوتاجاز. من هنا ورايح مفيش كلب فيكوا يهاوب ناحيتنا، فاهم؟ الشقه دي تحت حمايتي. يلا هشوفك بدري يا إيش. اتشلى من دهن يا بلوفة. ايه جو ذئاب الجبل ده؟ ما تخافيش يا حبيبتي ما بتعدش. دي الست قمر اللي مأجرة الشقة. اتحشم يا مرأة. جرى ايه يا معلم؟ الله دي هتدفع بدل الطقطقين. بجد؟ يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا دناي. يا اهلا حلوة. براحتك يا بلوفة. من دي يا معلم؟ دي المداز بتاعتي. ودي هعيش معاها ازاي دي؟ بصي اول ما السلوى تزرجن في الاكل قولي لها هتاكلي ولا جيبلك العو.